ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. ما قاعد عبد الله محمد محمود ده أذيذ ولا بيتمنشر قرآن كان واحد 50 سنة صدق جوس نقول له قرآن كريم كذا مات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إنه هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون كان هو بريمير ولد لعبه قدر صاحب كاغا وهو أديغو ميل كستا كوبي حبي لشا قدر هانا لغاغا صدر ميل والبا كما عملو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كماري كون هرماري نلو شادة دقالي بريمير ولد